اخصائي تخاطب. كنت اخصائي تخاطب. كنت اخصائي تخاطب. كنت اخصائي تخاطب. اهلا واضح اسلام ابراهيم. اكتر موقف كوميدي حصل لي مع معجب من المعجبين، مره خارج من السوبر ماركت وانا يعني في كامل احترامي كده وماشي بقى بالعربيه وحاطط الحاجات، فحت واحده ايه ده ام معز. قلت لها يعني انت سبتي كل والناس قعدت تبص كده اللي هو انا قعدت اضحك طبعا يعني، قالت لي معلش اصل اول حاجه افتكرتها لما شفتك انا عارفه ان انت اسلام وكده، بس الصدمه الاولانيه قالت ام معز. اكتر موقف كوميدي حصل لي في التصوير، لا هو واحنا بنصور المسلسل كنا بنقعد طول الوقت مش في الكرفان، مسلسل اعلى نسبه مشاهده، فاستاذه ياسمين كانت عايزانا يعني نبقى جنبها طول الوقت، وكانت بتبقى ممتنه قوي ان احنا هنا ما بنروحش نريح في الكرفان وكده، عشان لما تحتاجنا بناخد مثلا شوت من هنا، شوت في الطرقه، شوت في المطبخ، فايه كانت ممتنه قوي ان احنا موجودين. الا انا جت كده في مرايه الاسلام اتفضل استريح في الكرفان. قلت لها ليه كده؟ قالت لي اعمل دوشه. مش عارف اشتغل. لا يعني اليوم طويل فنهزر بنحكي نفضفض عن نفسنا يعني بني ادمين يعني. اكتر حاجه مجنونه، لا انا شخص يعني اوفر ثينكينج وبفكر قوي في الحاجات، بس اكتر حاجه مجنونه عملتها في حياتي ان انا عملت شيفت كارير وسبت شغلي واشتغلت في التمثيل يعني. كنت اخصائي تخاطب. لا ما قلقتش لان انا بحب التمثيل قوي، وبعدين ما جاتش فجاه. طول الفتره دي بقى كنت في الشغل بتاعي وبروح الاوبرا بالليل عشان المحاضرات كانت بتبقى يعني بعد الظهر، ونقعد بقى لغايه بالليل. ف بعد شويه لقيت نفسي بنعمل العرض بتاع التخرج، فخدت اجازه. بعد شويه جه اس ان ال، فروحت بقى استقلت من الشغل تماما. فالموضوع جه بالتدريج يعني. لو رجع بيا الزمن وعايز اغير حاجه في حياتي اغير ايه؟ والله هختار نفس الحاجات يعني، مفيش حاجه. يمكن في ناس من الصحاب ما كنت مش هدخلهم حياتي. شكرا واضح.